السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدي قناة الحرية والجمال، قناتكم درمان الفضائية، صفحات داخلية. نحاول مع بعض تحليل بعض الخفايا وقراءة ما بين السطور في صحف الخرطوم الصادرة هذا الصباح مع بعض الوقفات في عناوين مختلفة، ونسعد أن يكون في ضيافتنا أستاذ عبد الله إبراهيم، هو صحفي ومحلل سياسي. أهلا بك أستاذ عبد الله. مرحبا أستاذة، ومرحبا بقناة درمان الفضائية، ومرحبا بمشاهدينا. أهلا بك. نبدأ الجولة بصحيفة الانتباه وحوار مع مدير جمارك الخرطوم، مدير جمارك مطار الخرطوم، حوارته هاجر سليمان. شهدت إدارة جمارك مطار الخرطوم الفترة الأخيرة ضبطيات متعددة، حيث أحبطت قوات جمارك المطار محاولات لتهريب كميات كبيرة من الذهب والعملات الأجنبية والمخدرات، واتبعت إدارة الجمارك المطار مؤخرا عدة ضوابط للحد من عمليات التهريب حفاظا على أمن واستقرار البلاد. الانتباه سجل الزيارة لمطار الخرطوم وأجرت حوار مع مدير إدارة الجمارك هو العميد شرطة طارق عبد الحميد، وقال قابلة هي الرأس المدبرة لتخطيط عملية التهريب، هذه هي التفاصيل الكاملة لتهريب سيدات الذهب بأرحامهن، ضبط 246 ألف جهاز موبايل مهرب خلال العام، وإجراءات وضوابط مشددة للحد من التهريب في مطار الخرطوم. مطار الخرطوم من الفترة الفائتة إلى الآن كمية من الضبطيات وكمية من المحاولات، والبعض يقول أن هنالك أيضا شركاء من داخل المطار، ولكن ما بينهما تبقى سيرة مطار الخرطوم ليست جيدة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هي أول حاجة اسمح لي أني أحيي العين الساهرة التي ألغت القبض على المهربين. مسألة التهريب هي مسألة أصبحت في حد ذاتها مسألة مزعجة جدا، وهي واحدة من المعاول اللي بتهدم في الاقتصاد السوداني. وهذه ليست المرة الأولى بمطار الخرطوم، من قبل برضو صحيح. حصل أنه هنالك حالات بتاع التهريب بواسطة المطار، وحصلت بينات المجرمين بعض الإشكاليات في الريف الشمالي حتى أدت إلى وفاة أحدهم. هذه الظاهرة هي ظاهرة خطيرة جدا، والتهريب هو واحد من الإشكاليات، لأنه وزير المالية السابق علي محمود اتكلم عن إنتاج الذهب في 2017، وقال أنه إنتاج الذهب 100 طن، والبتيرد خزينة الدولة 36 بالطرق، فالبقية كلها تهرب. فهذه إشكالية كبيرة جدا. نعم. ونحيي العين الساهرة التي لكن الأزمة أيضا إن هي تهرب عبر المعبر الواضح والمعروف إنه هو معبر للممارسات الأخلاقية، يعني تهرب عن طريق سيدات يحملن ذهب في أرحامهن، يعني تطور مفهوم الجريمة وتدني نسبة اكتشاف الجريمة. نعم، هذه هي يعني حالة يعني إخفاء بطريقة مسهلة جدا، وبعدين حتى انه الحصول يعني بتثبت إرادة الجهات الأمنية الآن وهي صاحية. إذا كان زمان هذا الذهب وهذه الأشياء تهرب عبر الشنط بطريقة عادية، الآن بطريقة يعني محترفة جدا وغير متوقعة أصلا. ده بوضح انه لو كانت هنالك إرادة حقيقية لكبح جماح التهرب ممكن، لانه لا اظن اي مجرم يجد وسيلة إجرامية اعمق من ذلك، اكثر من ذلك. نعم، لكن برضو يعني السيرة والمعالجات لدى هذه الجرائم بشكل او باخر في مطار الخرطوم تحتاج العديد من الإجراءات المشددة والعظيمة جدا حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث بشكلها الكبير. طبعا هذه الجريمة محاربتها تتم بعدة طرق، بواسطة الجهات المختصة القائمة على أمن المطار، وبواسطة العقوبات الرادعة. نحن من قبل نسمع أن هناك أناس يهربون الذهب، ولكن لم نسمع عقوبات، وبالتالي عقوبات روادع وزواجر. فنتمنى أن نسمع قريبا عقوبة المهربين. حتى يعني ذكر في حواره أن جملة المضبوطات بمطار الخرطوم منذ مطلع العام وحتى الآن تبلغ إحصائية المضبوطات بصالة المغادرة من تاريخ الأول من يناير وحتى تاريخ 30 سبتمبر 8 كيلوغرامات و414 جرام من الذهب،
أما الأموال بالعملات الأجنبية، قد تم ضبط عملات بالدولار بلغت 2,244,165 دولار، كما تم ضبط عملات بالريال السعودي بلغت 8,681,788 ريال سعودي، وتم ضبط 309,000 يورو و874,000 جنيه مصري ملفوفة في شكل حلوى استغرق لفها 3 أيام من المهر. دي إحصائية من يناير حتى الآن. إحصائية كبيرة جدا، هذه هي اللي ضبطت، لكن هنالك آخرين لا شك موجودين داخل المطار هم الذين أيضا يساعدوا على هذا التهريب. فواضح أنه الأجهزة متطورة جدا، هي أجهزة الكشف، لكن يجب أنه يخضع أي إنسان للتفتيش. نعم. يخضع أي إنسان حتى لو كان عامل داخل، حتى لو كان من الجهات العدلية. صح. لا أحد فوق القانون. نعم. حينما نصل لمرحلة سيادة حكم القانون على الجميع بنقدر نصل الحلول جذرية. نعم. كل إشكالياتنا. طيب، ما ذكر هو عبر مطار الخرطوم، ما نتوقع أنه قد يهرب بطرق غير رسمية وغير واضحة؟ هذه هي إحصائيات هربت عن طريق الواضح والصحيح، يعني كيف لنا بالغير معلوم لدينا؟ طبعا الكثير والكثير، حتى أطرافنا حدودية مترامية، فضرورة أنه الآن الناس الجهات العدلية والجهات الشرطة وشرطة مكافحة التهريب وجهات الأمنية تكون صاحية وتحكم قبضتها على الحدود حتى أنه لا يتهرب الذهب عبر الحدود. نعم، نتمنى ذلك، نتمنى، لأنه يعني مسألة التهريب عبر الحدود وعبر مطار الخرطوم هي صراحة مسألة مزعجة جدا لكل ما يخص موارد البلد. إذن من الانتباه إلى السوداني، ونتحدث عن حديثين وما بينهما من جدل كبير ما بين مدير الطب العدلي بوزارة الصحة والخرطوم دكتور هاشم زين العابدين، وأيضا ما بين دكتور عقيل سوار الذهب بعد الإقالة ودفن الجثث 3. حوار حواره في حوار الأول مع دكتور هاشم زين العابدين الشهدي نادر، مدير الطب العدلي بوزارة الصحة دكتور هاشم زين العابدين، لهذا السبب تم إعفاء دكتور عقيل سوار الذهب، وأيضا عديد من الإجراءات تمت والعديد من الإفصاحات تمت من خلال دكتور هاشم زين العابدين في حديثه عن إقالة دكتور عقيل، وعن أنه هو لا يملك له أي مشكلة شخصية، ولكن هي عبارة عن مسألة عدم الانصياع للأوامر في دفن جسامين الشهداء في الثورة السودانية الذين لم يتم التعرف عليهم. هذا هو حديث دكتور هاشم زين العابدين ورد دكتور عقيل سوار الذهب. لا يحق لمدير هيئة الطب العدلي إقالتي، وما حدث هو استهداف شخصي. هل فعل مدير مشرحة بشائر الدكتور عقيل نور سوار الذهب ما يستوجب الاستغفار أو الاعتذار على الأقل عندما أمر بدفن 3 شهداء من ضحايا فض الاعتصام بصورة عدها البعض لا تليق بعظمة الشهداء؟ لماذا تعجل في إخراج الجثث من ثلاجات أكبر مشرحة بالبلاد ودفنها دون إذن من وزارة الصحة؟ هل قام عقيل الذي يأتي اسمه دائما مسبوقا بكبير الأطباء الشرعيين في البلاد بعمل ما يلزم من إجراءات طبية وقانونية قبل مواراة الجثث في مقابر الصحافة، ثم بعد ذلك هل انزعج عقيل أمس بقرار الإقالة كمدير المشرحة على خلفية الحادثة وتحويله لطبيب عادي ما بينهما؟ أولا في البدء اسمح لي أترحم على الشهداء، نسأل الله أن يغفر لهم ويجعلهم فعلين إن شاء الله. أولا علينا يرجو أو يجب أن نسأل أنفسنا سؤال، ما هي الغاية من وضع الشهداء في المشرحة؟ لا شك الغاية هي التعرف عليهم وأسباب، ما هي الأسباب التي أدت لوفاتهم. ذكر دكتور عقيل أنه الأسباب هي أنه تعرف على الأسباب وأخذوا الدي إن إيه، وتم تظنها مقارنة ما بين الشهيد قصي ووالدته، وتطابقت نسبة الدي إن إيه بنسبة بتاعت كم، 90% تقريبا، 98%. نعم. فخلاص أنا أفتكر أنه انتهت أسباب البقاء داخل المشرحة. عقيل حسب دكتور عقيل حسب ما أقواله هنا وحسب إفاداته أنه هو خاطب النيابة والنيابة
ادته الاذن انه هو والجهات العدليه الاخرى المنوط بها من شرطه وكذا دفن الموتى. نعم، لكن هو ذكر في حواره انه هو لما سئل لماذا لم تخطر الصحه ومديرك المباشر، قال انه هو ما مصرح له بانه هو انه يرجع لزول هو دربه في واحده من الفترات، اضافه لانه هو يفتكر انه المده اللي قعدت فيها الجثث هي مده كافيه، وهو لا يحق له انه هو يستمر في بقاء لجثث مجهوله الهويه. كيف تكون هي مجهوله الهويه وهنالك مفقودين من ضحايا فض الاعتصام؟ الا ترى انه هذا هو تصريح غير مناسب؟ هو اثبت في حواره انه هو تطابقت لو اخذ الدي ان اي، حتى يفتكر انه حتى لو ما اخذ لو لم تتطابق، هو ذكر انه السعه بتاعه المشرحه هي لا تسع لعدد اكبر، ووجود جسامين لفترات طويله قد تكون لها مضارها، حتى انه ما بتستنى انه وجود تدخل جثث جديده. فهو انا اعتقد انه هو قال هو مدير ده حسب اقواله، هو مدير الطب العدلي، مدير المشرحه، مدير المشرحه. فبالتالي هو اجراءاته كالعاده بيتخذها مع النيابه باذن النيابه. اعتقد انه اذا حتى الجهات التي بقيت الجسامين الاثنين، هي ثلاثه جسامين. هذه الثلاثه جسامين لو اخذت الدي ان اي بتاعتها، وحتى لو لم يتعرف على اسرها، يبقى انه هو مصدر ثقه. هو طبعا دكتور عقيل في كل الجرائم السابقه وفي عهده ما قمنا وجدناه انه هو مدير هذه المشرحه، وهو لا يعني الغرض من دفن هذه الجسامين هل هو تفريق عدد باعتبار انه هي المشرحه لا تسعى لاستقبال جسامين جديده، ولا الغرض منها انه هي اصبحت الجثه لا تتحمل البقاء اكثر من ذلك، مع مراعاه انه هذه الجسامين يتم البحث عنها على مده على الاقل 4 و5 اشهر، لماذا يتم دفنها الان؟ لا يعني الفتره تقريبا كافيه من 3/6 لحد الان، هي فتره طويله تقريبا 4 اشهر. فاعتقد انه اي زول عنده شخص مفقود في الفتره دي بيكون مشى المشرحه وسال. يعني هل تعتقد انه اسره قصي واسر المفقودين عموما لم يذهبوا الى المشرحه باعتبار انه هو المرجع الاول؟ واسره قصي اعتقد انه انا لا اقول جازما هي كانت حاضره في الدفن، لكن هو قال اخذنا عينه من والدته وطابقت، فيبقى انه طابقت مع انهم حضور، يعني يبقى انه هم اللي دفنوا قصي. وحتى انه المؤتمر هو تقريبا هو يتبع لحزب المؤتمر الشعبي وحطلع بيان وكذا، يبقى انه الجهات الاخرى. طيب اذا هو تم دفنه بعد تعرف اسرته عليه وبعد اخذ عينه من الدي ان اي، ما المشكله اذا التي يتم على ضوء اقالته؟ والله انا ما عارف انه المشكله بالضبط يعني هي شنو يعني، لكن انا افتكر انه المشكله الاساسيه هم بيقولوا انه هو تخطى جهات الطب العدلي، المفروض انه هم خاطبوه انه ما يدفي ما لم يرجع لهم، وهو بيقول انه هو ما قاعد ياخذ تعليماته منهم، هو بدي بخاطب النيابه، دي اجراءاته الروتينيه اللي قاعد بخاطب النيابه قالت له ادفن، دي اجراء متبع. لكن هنا يعني دكتور هاشم زين العابدين بيفتكر انه القضيه هنا مختلفه، انه قضيه الجثث المعنيه باحداث فض الاعتصام تتبع مباشره للدوله، يعني تتم الموافقه عن طريق الدوله، اذا سمحت له بالدفن يتم دفنهم مباشره، ولكن من الواضح انه هو لم ينصاع للاوامر، هنالك سؤال كبير، لماذا لم ينصاع؟ والله انا ما لا ادري لمصلحه من هذا الصراع، ولماذا انه وهم طيب ما دام انه هو بيقول انا خاطبت الجهات العدليه، الجهه العدليه هي عند الغول النهائي. نعم عند الغول النهائي، افتكر انه الفتره كافيه. هو بيفتكر انا ما عارف انه ما دام انا ما عارف انه الطب العدلي هو عايز يخلي جسامين لمتين، ما دام انه هو واخذوا الدي ان اي وطابقوه مع اهل الشهداء، فما عارف انه بالضبط انه العله شنو يعني، لانه انا بفتكر انه بقاء زي ما اسلفت بقاء الجثمان القايه منه انه هو معرفه سبب القتل او سبب الوفاه، ومعرفه هو ينتمي لمين، ولما جسم الجسامين كالعاده لا اعرف انه بالضبط بتمكث كم فتره داخل المشرحه، لكن بتقلب لفترات معينه وبعدها بياخذ الدي ان اي، حتى لو ما وجدوا جسمان بيدفنوه، لو جدول بيسال ممكن يقارنوا الحمض النووي
بعدك دكتور عقال بفتكر انه سبب اقالته هو استهداف شخصي. ايوه هو ذكر كده، هو بيقول انه استهداف شخصي. نعم، يعني دكتور عقال معروف انه هو رجل مصادم الى حد ما، ولكن احيانا هنالك احداث تستوجب الجرأة اكثر من ذلك. يعني بهذه الجرأة نفسها انه هو مستهدف وتتم اقالته هسي في الفترة دي بسبب انه هو دفن جسامين، ترجع احداثه الى احداث فض الاعتصام، وهنالك احداث اكبر من ذلك لم يتم اقالته فيها، افتكر انه لا اعتقد انه هناك مشكلة شخصية بشكل مباشر. والله ما عارف هي قصة انه مصادم دي، هو الطب العدلي او المشرح، عمل المشرح هو الدي ان اي، هو ذكر انه عنده مباحث علميه، عباره عن مباحث علميه واستنتاجات او مباحث علميه واثبات اشياء، ودي مهمته يثبت انه مين القتل، كيف توفى هذا الشهيد، ولمن ينتمي. طيب دكتور عقال يعني في هذه الفتره تحديدا ذكر انه هنا عنده معلومات خطيره جدا حيتم الافصاح عنها. والله نتمنى ذلك، الاثار جدل في الاسافر. اتمنى ذلك، اتمنى انه هو الرجل موجود في هذه المشرحه، وكل اي انسان مقتول يطلع سبب الوفاه مزيله بتوقيعه، فنتمنى انه يفصح ما في صدر عما في صدره. هل افصاحه لمثل احداث واخبار جريئه ترجع تاريخها ويرجع تاريخها الى زمن بعيد، هل سيغفر؟ لانه في فتره من الفترات سئل الدكتور عقال عن اسباب وفاه شهداء احداث سبتمبر ولم يجب، اذا صرح الان عن من هم، من هو القاتل وكيف قتل، هل سيغفر له؟ هو لا اظن يعرف من هو القاتل، لكن يعني سكوته عن جرائم هو وحقائق هو كان يعرفها، هذه وصمه عار ان ثبت، او اذا استخرجت اسباب وفاه بطريقه غير مطابقه لاسباب الوفاه الحقيقيه فهذه جريمه. يعني الكل يعلم كان احداث سبتمبر القتل فيها كان عن طريق الراس والصدر ولم يجب عن السؤال. نتمنى ان تكون هذه هي تصريحاته في الفتره القادمه حتى تثبت من الجاني، لانه ملف يستوجب انه يتفتح في الفتره دي تحديدا. من السوداني مباشره الى اليوم التالي، واتهامنا بالترتيب لأنشطة تخريبية سخف، يقول السجاد بينما يتبرأ المؤتمر الشعبي من أي دعوة للمشاركة في تظاهرة بالقيادة العامة. جدل 21 أكتوبر، وكتبه الصحفي بهرام عبد المنعم. تداول النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا منشورا يتحدث عن تحضير القوى الوطنية والتيارات الإسلامية لموكب في 21 أكتوبر الجاري إلى القيادة العامة. روج له القيادي الإسلامي المعروف عمار السجاد تحت عنوان تصحيح مسار الثورة، وتبادل موردون ما أطلق عليه خطة الإسلاميين شملت بدء مظاهرات في الأحياء تستمر لعدة أيام تنتقل إلى وسط المدن لتعطل الحياة، ومن ثم تتجه في 21 أكتوبر إلى القيادة العامة للجيش لتنفيذ اعتصام هناك ووصول إلى الانقلاب على السلطة الحاكمة واستبدالها بأخرى موالية لهم بالتعاون مع قادة عسكريين، كما تنامت التحذيرات من تدبير القوى الإسلامية أعمالا تخريبية باستغلال هذه المواكب. مليونية 21 أكتوبر والدعوة لها تحت مسمى تصحيح مسار الثورة. نعم، في مواقع التواصل الاجتماعي هنالك دعوات للخروج لتصحيح مسار الثورة. الدعوات من ناشطين كثر بيفتكروا انه هذه الثوره الان انحرفت عن مسارها ولابد من تصحيحها، والبعض ينادي بان هذه الثوره قد سرقت، والبعض ينادي انه هنالك حالات بتاعت اقصاء، وبالتالي دعوا لها بعض الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم شايف انه السجاد هو ادعى لهذه هذه ومش هو ادعى لها، لكن هو شايف بيتكلم بيقول انه هو الناس تخرج لهذه مسار الثوره، رغم انه نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي نفى ذلك وقال انها لا 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 ليست لها صله بالمؤتمر الشعبي. لكن المعروف لدينا انه شباب المؤتمر الشعبي كانوا من ضمن السائرين يعني، وكانوا موجودين، حتى السجاد نفسه كان موجودا في المظاهرات وفي الثوره موجود، وخير دليل على ذلك هنالك شهداء كانوا في. طيب فلنفترض انه المؤتمر الشعبي هو يعني على حسب ما ذكر انه هو لم يدعو
وهو موالي لقوى الحرية والتغيير وليس لديه أي خلاف في أنه هو تم سرقة الثورة. فلنفترض أن المؤتمر الشعبي الآن يرى أن هنالك ثورة قد سرقت ويرى أن هنالك ضرورة لتصحيح مسار الثورة، هل هذا هو الزمن المناسب؟ هل نحن وصلنا إلى الفترة الكافية حتى ندعي أنه الثورة سرقت ولم يتم تنفيذ مطالب الثورة بشكلها الحقيقي؟ هل هذا هو الزمن المناسب؟ والله طبعا هو الزمن المناسب، دي تقديرات بتختلف من شخص لآخر. قد يرى البعض هي ليست تقديرات أفراد، يعني احنا نتحدث عن كيانات. طبعا هي ما في كيان الآن دعا كيان معين، هو شباب يعني الآن هذه الثورة لم يدعي لها تجمع المهنيين، قال إنه ما دعيت لها. المؤتمر الشعبي اللي هو من ضمن السجاد قال ماذا؟ قال أنا ما دعيت لها، دعوا لها بعض الشباب بيعتبروا نفسهم أنهم جزء من الثورة. هؤلاء الشباب هم تجاوزوا أحزابهم، لأنه الأحزاب السياسية حتى الإسلامية منها قد تجاوزها شبابها وقواعدها وخرجوا وساروا. فبالتالي هي دعوة بتاعت شباب، يعني الآن لم تجد تحت مسمى معين، لكن ثورة الشباب، دعوة الشباب. طيب فلنفترض أنها هي دعوة شباب، لكن نحن نتحدث عن منصات التواصل الاجتماعي وما ذكر داخلها. البعض رأى هنالك بعض التغريدات وبعض الكتابات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي لبروف غندور يدعو إلى التظاهر في 21 أكتوبر لتصحيح مسار الثورة أيضا، ويعتبر أنه هو جزء من مكون تصحيح الثورة. ماذا يعني هذا التصريح؟ إن صح هذا الحديث، هذا التصريح المنسوب لدكتور غندور، لا أعتقد أنه هذا التصريح قد جانبه الصواب. دكتور غندور هو لم يكن جزء من الثورة، بل الثورة سارت ضد حزبه، فبالتالي كيف يصحح يعني هذه الثورة؟ هذه الثورة أعتقد أنه هذا هو، أنا لم أجد يعني هذا التصريح منسوب لغندور حتى في مواقع التواصل الاجتماعي ولا عبر كل السوشيال ميديا، لكن أعتقد أنه هو السجاد هو تحدث بصوت عالي جدا، وهو يمثل جزء وقاعدة عريضة جدا من الشباب السائر الإسلامي من الإسلاميين بالتحديد. طيب إذا اختلفنا أو اتفقنا عن ما هي الجهة التي تدعو إلى المليونير، بأي حال من الأحوال هي فترة حرجة ولا تتحمل هذه الانشقاقات المختلفة. الكل يدعو إلى الالتفاف حول قوى الحرية والتغيير وحول الالتفاف حول حكومة حمدوك التي تم تشكيلها وفقا لرغبات الشعب. نحن بأي حال من الأحوال نحتاج إلى مدة زمنية محددة حتى يعني نتعرف على أنه هل الثورة سرقت أم لم تسرق. ما هو رأيك؟ أنا في اعتقادي أنه هذه الثورة هي الثورة هي في اعتقادي هي سرقت. الثورة لماذا؟ لأنه هذه الثورة كانت ثورة مطلبية بحتة، طلع كل الشعب السوداني كهيئته يطالب بتوفير العيش والخبز ومحاسبة المجرمين من فسد النظام السابق. بعد سقوط النظام ظهر على السطح مكونات سياسية، بعد سقوط النظام مكونات سياسية هي كانت تتخفى وجهات أخرى وتسيدت الموقف. هؤلاء الشباب كانوا في البداية لا يريدوا أن يسمعوا لشخص حينما يقول أن هذه الثورة سرقت، يعتبروا هذه الثورة مضادة، ولكن بعد ذلك اكتشفوا من خلال تصريحات بعض الوزراء وبعض الناشطين السياسيين أو بعض المنتمين سياسيا ظهرت أن هذه الثورة هي ثورة أيديولوجية بحتة ضد النظام الإسلامي. الشعب السوداني لم يخرج ضد مبادئ إسلامية، ولكن خرج نظام ظالم رفع شعار الشريعة وتكسب بها طيلة هذه الفترة ليجد منها شرعية زائفة، وبعد سقط هذا النظام ظهرت الأيديولوجية الأخرى. التصريحات التي ظهرت من بعض الوزراء كانت هي ربما كانت صادمة لبعض الشباب بتاع الثورة. عن أي تصريحات؟ التصريحات التي ظهرت من وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون حينما تحدث عن المذاهب الأربعة وأن المذاهب الأربعة مزعجة، هذا هو رأي شخصي. وحينما تحدث وزير العدل قال أن المشكلة السودان مشكلة ساتيرها ارتباطها بوحدة ارتباطها بالإسلام. ألا ترى أنه نحن عشنا فترة من الزمن يعني نسمع للأحاديث ونلغي الأفعال، والآن نحن نسمع للأحاديث ونلغي الأفعال، ما يلينا في هذه الفترة هو الانتباه إلى الأفعال وليس الأقاويل.
الأغوال هي ضروري جدا، وما يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. وبالتالي حينما يجي شخص ويتحدث وهو جهة تنفيذية، فبالتالي هذا الرجل يسعى لتطبيق هذه الأغوال لأفعال. إذن الحاسم بيننا تطبيق هذا الفعل، تطبيق هذا الفكر. إذا تم تطبيقه سرقت الثورة، إذا لم يتم تطبيقه يبقى هو رأي شخصي. بالتالي هناك تصريحات أخرى أيضا لوزير العدل حينما تحدث وصرح وقال إن الآن أنا بيدي اثنين من الوثيقة الدستورية، وثيقة فيها 78 مادة وثيقة 70 مادة. فبالتالي حتى السؤال الآن لم يتمكنوا من الوثيقة الدستورية التي حتى يستطيعوا أن يحاسبوا بها الجهات الحاكمة أو الجهات الحكومة الموجودة الآن. فبالتالي ضرورة إنه الآن الشباب السائر عايز بناء أن... على رغبة المكون العسكري تم الوقوف وتم التحويل إلى الفتوى. إلى حين تأتي الفتوى يتم اعتماد الوثيقة بشكلها الحالي، يتم مباشرة التنفيذ. إذا لم يتم سرقت الثورة. ما أريد حديثه وما أريد تأكيده، فقط نحتاج إلى فترة. أنا لا أنتمي لأي جهة ولا أروج لأي جهة، ولكن من المنطق أن نعطي بعضنا الفرص لحتى نعبر إلى بر الأمان. الكل يحتاج إلى معينات، الكل يحتاج إلى خبز، الكل يحتاج إلى وقود، والأزمات متتالية إلى الآن لم يتم الالتفات عنها. ولكن نحن ما زلنا في إطار من هو الذي يحكم وليس كيف يحكم. الصبر مطلوب، لكن قد تختلف درجة التحمل من شخص لآخر. فهذا الشباب كان صبر فترة طويلة جدا في الوقت، لأنه كانت هنالك قوة أخرى لم تستطيع أن تصبر وكانت خرجت بالسلاح ضد الحكومة. فبالتالي كمية درجة التحمل تختلف من شخص لآخر. نتمنى. مطلوب الصبر إن شاء الله. أخيرا قضايا في الجريدة العطلات الدينية للمسيحيين بين الإلغاء ومطالبة المساواة في الدولة المدنية. قادة الكنائس السودانية يطالبون بعودة العطلات الدينية وتضمينها ضمن العطلات الرسمية للدولة. جاء السودان في قائمة أسوأ الدول التي تنتهك الحريات الدينية في العالم حسب التقرير الصادر من اللجنة الدولية للحريات الدينية، وفي ظل الأصوات التي تتنادى برفع اسم السودان من العقوبات. تعتبر إشاعة الحريات الدينية واحدة من مطلوبات رفع اسم السودان من قائمة العقوبات والتطبيع مع الولايات المتحدة. والعطلات الدينية من ضمن الحقوق التي ألغاها النظام البائد بعد سقوط النظام. ماذا فعلت الحكومة حول هذه الحقوق قبل المطالبة برفع العقوبات عنها؟ هل ستعود هذه العطلات كما كانت من قبل إلغائها؟ هذا الموضوع كتبه الصحفي شمسون يوحنا. ما هو رأيك حول هذا الموضوع؟ العطلات الرسمية بالنسبة للمسيحيين هي طبعا عطلة الأحد وعطلة عيد الكريسماس. وأفتكر أنه هي عطلة الكريسماس سنوية، أظنها هي كانت عطلة موجودة، لكن تبقت العطلة بتاعت الأحد. يعني عطلة الأحد هي الآن حقيقة أنه المساواة مطلوبة والعدالة مطلوبة وحقوق هؤلاء المسيحيين. هي انا ما عارف انه حتى هو بيتكلم بيقول انه السودان جاء ضمن أسوأ ضمن قائمه أسوأ انتهاك الدول التي تنتهك الحريات الدينيه في العالم. الدينية. لا اعتقد ذلك، لانه ما كان في انتهاك للحريات الدينيه. اي انسان بيتعبد ما يشاء، ولم نسمع بهدم كنيسه في الدين السودان. لله والوطن للجميع. الدين لله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صحيح. هذا هو. لكن أنا مسألة كالعادة هو في الدول المسيحية ودول القرب المسيحي فيها أقلية مسلمين بيكون السائد هو عطلة الأغلبية. صحيح. عطلة الأغلبية. لو جينا مثلا في أوروبا بنجد إنه بتلقي إنه العطلة يوم الجمعة بيكون إنه فيها مسلمين بيكون فيها عمل يعني. صحيح. ويعطى المسلم إجازة من عمله فترة الصلاة يمشي يذهب ليصلي ويعود. إذا جينا عشان نكرر عشان ندي المسيحيين وهم أغلية تغير هو. بالمقابل هنالك في هذه الدول تم منح المسلمين عطلة نصف يوم، وعطلة المسيحيين تعتبر يوما، اللي هي باعتبار إنه الأغلبية هي مسيحيين والأقلية
مسلمين. الآن في السودان الأغلبية مسيحية والأقلية بالضبط بالضبط. هذا هو لأنه نحن قلنا نديهم يوم الأحد ونديهم يوم الجمعة برضو عطلة يوم السبت. يوم السبت كذلك يوم السبت عطلة عطلة نعم عطلة. لكن عطلة ليست دينية. حيبقى الأسبوع كله نحن بنديهم عطلة ويبقى عندنا في اليوم ثلاثة يوم يعني في الأسبوع ثلاثة طيب يوم. إذا سحبت عطلة السبت وأصبح للمسلمين يوم وللمسيحيين يوم والله ممكن دي معالجة ممكن تكون حل الوسط ممكن تحل هذه الإشكال. لكن لو أصبحت السبت عطلة ولا حد عطلة هتبقى مشكلة ومن الصعب تستطيع الدولة توفق بذلك. طيب طالما أنه المسيحيين يتم تعطيلهم في عطلة الجمعة لماذا لا يتم تعطيل المسيحيين في عطلة الأحد؟ هل هذا هل هنالك اختلاف أو إشكالية حتى على المستوى الاقتصادي؟ ممكن يطالبوا المسلمين يقول نحن بالضبط برضو عايزين عطلة يوم الأحد وتبقى إشكالية صح؟ طيب كيف تتم الموازنة في رأيك؟ والله في رأيي إنه هما يعني يوم اليوم يوم اليوم الجمعة والسبت كافيات هو ضروري يدوهم بمجرد ما جاء زمن الصلوات يدوهم وإذن يمشوا يصلوا ويجروا عايدين يعني. نعم. إذن سعدنا جدا بالحوار معك أستاذ عبد الله إبراهيم الصحفي والمحلل السياسي. سعدنا جدا مع بعض مع قراءة ما بين السطور في صحف الخرطوم الصادر هذا الصباح. شكرا جزيلا أستاذة وشكرا للمستمعين الكرام. شكرا جزيلا مشاهدي قناة درمان الفضائية. صفحات داخلية تجولنا سويا في بعض المناحي وبعض المحطات المختلفة. جديد الملتقى في حلقة قادمة. إلى اللقاء.